بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 13/10/2021، الإطلاق الثاني من مسافة 2 كيلو من الغرب من اللوفت الحمام ستوكات أو الإنتاج صغار. واليوم زدنا المسافة بعد الكيلو، صرنا كيلوين، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحواجز، الأشجار، إنارة الشوارع هي اللي تدفع الحمام للارتفاع. اليوم خمس، ما باقي الصغار ما لقيتهم في اللوفت. تعلموا طريق الدخول والخروج من السبوتنيك، الاتجاه الخاطئ تماما عكس السير، ولكن أقول إن شاء الله أنهم راح يلفون، ممكن أنهم تبعوا الشارع الالتفاف للارتفاع الاتجاه الخاطئ. الوقت حرج انه هو المغرب، الاتجاه الخاطئ تماما، لكن بدأوا الالتفاف. إن شاء الله أنه يكون الاتجاه الخاطئ، لكن أقول إن شاء الله يلفون ويرجعون لللوفت قبل الغروب. طبعا هي ساعات الغروب الآن، والظلام يجبر الحمام أنه يبيت برا اللوفت ويرجع الصباح إن شاء الله.